دي جي اس نربحوا الرياضة. وبصراحة الجيم العام ديال هذه السنة هو مختلف على باقي السنوات. هذا العام كاين جوج ديال المرشحين رجاويين وكاين للأسف مرشح ودادي، وهادشي اللي ما متقبلينوش جماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي وما متقبلينوش جميع الفعاليات وكذلك المنخرطين. ولكن الحمد لله عرفنا هاد المسائل واخا عرفناها متأخرة، ولكن ماشي مشكل. الجيم العام غادي يبدا من هنا لواحد تقريبا 15 دقيقة ولا 30 دقيقة. غادي يكونوا هناك تحالفات بحيث تم اتفاق ما بين ممكن اللوائح ديال السي رضوان رامي والسي خلفاوي. يعني في البرومي تور اذا تقسم مثلا السي رامي الناس اللي معاه غادي ينضموا للسي خلفاوي في الدوزيام تور باش يتقصى انيس محفوظ. في حاله اذا ما تقصى الخلفاوي في برومي تور الناس اللي معاه غادي يضموا الصوت ديالهم للناس ديال الاستاذ رامي باش يكون رامي هو الرئيس. دونك حنا كرجويين كي الخلفاوي كي الاستاذ رامي عندنا بحال المهم والاهم هو انيس محفوظ ما يكونش رئيس ديال الرجاء، تلبيه لنداء جميع الفعاليات الرجاويه والجمهور على الخصوص. لا ما كاينش تعيين، المسائل ديال التعيين هي مجرد كلام ديال المقاهي وهذا ما كاينش تعيين. هاد السنه مختلفه على السنوات الماضيه، كانت هناك نديه ما بين المرشحين، كانت اجتماعات سريه وعلنيه الى غير ذلك. فاحنا كرجاويين المهم عندنا هو يكون رئيس رجاوي رئيس اللي غيعطي الاضافه، سواء السي خلفاوي سواء السي رضوان رامي اللي داز فيهم مرحبا به. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.